السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من مقدم قناة العراقية الأخبارية مغردا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أي صادق الشمري، يقول الأحد يمتحنون الثالث متوسط، إذا بالكليات وشافوها شلون الأمور فلتت من السيطرة، لعد بالطلاب الصغار إيش راح يصير، ما أعرف إيش راح يتغير إذا اعتمدوا درجة نصف السنة إلهم، لا هم مرحلة مصيرية ولا هم دراسات عليا. طبعا هذا المقدم قناة العراقية صادق الشمري نزل تغريدة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يقول يعني الطلاب بالكليات لما امتحنوا ماكو التزامات ولا عبالك عندهم يعني هذا فيروس يعني، وصارت تجمعات وما ملتزمة. لعد هذول الطلاب الصغار صف ثالث متوسط ايش راح يصير بيهم، ايش راح يصير من تعتمدون على درجة نص السنة، يقول لا هي مرحلة مصيرية ولا هي دراسات عليا. ورغم ما يعني هواية يعني طلبت المناشدات من لجنة التربية النيابية حقوق الإنسان كثير، يعني هواية طلبت بالاعتماد، وبعد يعني ما أدري التربية مصرة لحد الآن على موعدها يوم الأحد 1/8. خلينا نشوف، احتمال يتغير احتمال يغيره، يعني يقولون تم الاعتماد احتمال اليوم، هي بعدنا بس اليوم وباكر والأحد الامتحان، فأي خبر ينزل إن شاء الله راح أنزله لكم.